ما هي قراءتكم لإعلان زعيم تيار الصدر سيد مقتدى الصدر لتوقيع اتفاقية تتضمن عدم مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة المقبلة بدلا من المساعي التي يقوم بها البعض وخاصة الأمم المتحدة في هذا المجال؟ أحييك وضيفك وجمهور قناتكم الغراء. في الواقع هذه أكيد لن تجد أذانا صاغية لدى الأطراف الأخرى بدون استثناء، ليس فقط طرف الإطار وحتى الأطراف السنية ولا الأطراف الكردية، لأن القضية اليوم ليس سهلا أن يتخلى الجميع عن مناصبهم ومغانمهم وشركاتهم ثرواتهم ومصالحهم، ليس سهلا. ولكن هذه الرسالة بتقديري كان لها أثر كبير. اليوم متابعتنا واطلاعنا على ما ينشر في صفحات البيجات والناشطين تؤكد أنهم تفاعلوا معها كثيرا بشكل غير مسبوق، وهي رؤية وإيثار واضح جدا أن التيار الصدري ليس كما يصوره الآخرون أنه يريد الحصول على السلطة وأنه يعارض ويتظاهر لأجل الحصول على المكاسب. واليوم تأكد بعدما انسحب من المجلس النواب وترك 73 نائبا للإطار وغير الإطار، اليوم أيضا يعلن أنه لتشكيل حكومة جديدة تخلو من الأحزاب تماما، من الكفاءات العلمية والجامعات والقوى الوطنية. وأعتقد هذه المبادرة كما قلت لك هي ستحقق رضا، وحققت رضا كبير وتفاعل جماهيري، إلا أنها لن تجد من يسمعها من الطرف الآخر.